بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا في الوقفة 14 من الوقفات التاريخية. المرة هذه بعد يعني بزاف في التاريخ لسببين. السبب الأول، الناس ما تعرفش ديك العصور، يعني نقولوا مثلا العصور ما قبل التاريخ لا بريستوار، ولا العصور القديمة لونتيكيتي. ولكن النقطة المهمة أن أقدم إنسان ظهر على ظهر الأرض، الدراسات والأبحاث أثبتت بأنه ظهر في عين الحنش بالعلمة بالصيف. هذيك يعني البحوث اللي تمت في سنة 1940، وكذلك الاكتشافات في سنة 1948، وكذلك وجود الكائن البشري في أواخر الزمن الثالث التي تم اكتشافها في سنة 1954 لفك بيتيكاتوريبوس، وهذا من كتاب الجزائر في العهود القديمة لمحفوظ قداش الذي تكلمنا عليه في الحصص الماضية. يعني الدراسات التاريخية في قسم التاريخ في الجامعات، عندما يدرسون يعني هذه العصور القديمة، الموضوع شغل جاف. لماذا؟ لأن نتكلموا على أشياء حتى الإثبات تاعها يتم يعني بصعوبة، والبحوث يعني ما زالت جارية. أنا فضلت، وأنا يعني بديت نتكلم على التاريخ منذ يعني الفينيقيين، قلت ولما لا يعني نذهب إلى أبعد من ذلك، على الأقل تكون يعني للمستمع يعني نظرة مبسطة. أولا، الانفجار الكبير اللي وقع يعني في الكون أو عنده 13.8 مليار، 13 مليار و 800 مليون سنة. هذه أول نقطة اللي لازم نعرفها، يعني الانفجار الكبير وتكوين هذا الكون راهو عنده 13 مليار و 800 سنة. والبداية تاع تكوين هذه الأرض جاء بعد يعني، والتاريخ تاعها يعود إلى 4.5 ملايير سنة. في الماضي كان يقال بأن أقدم إنسان اللي ظهر راهو تقريب في ظهر في إثيوبيا في إفريقيا الشرقية، وعنده 2.4 ملايير سنة. ولكن الاكتشافات اللي جات فيما بعد، وبحاث يعني من أستراليا وألمانيا وفرنسا إلى آخره في الجزائر في سنة 1948، أكدوا باللي أقدم إنسان على ظهر هذه كما نقولوا احنا الكوكب، ولا على ظهر هذه الأرض، راهو يعني من الجزائر. ربما البعض يتساءل واش من فايدة. والله نقدر نستغلوا هذه المعلومات، هذه نستغلوها في التاريخ تاعنا، نستغلوها في السياحة تاعنا، نستغلوها يعني في النهضة، لو في إعادة البعث وإعادة الوعي. الناس يهزوا هذاك التاريخ وينطلقوا يعني في الكون كامل بالقارات القديمة والجديدة، يعني هذا الإنسان ظهر في الجزائر. تونس وجدوا باللي أقدم إنسان عنده 100 ألف سنة، مقارنة بجوج ملايين و400، في المغرب 300 ألف سنة. هذه بالنسبة لبداية يعني الكون وبداية ظهور هذا الإنسان. ولكن الناس تتخلط الأهم كي يتكلموا على العصور القصور ما قبل التاريخ ولا والعصور القديمة. ما قبل التاريخ يعني قبل ظهور الكتابة، هذا هو ما قبل التاريخ. ما قبل التاريخ هو قبل ما تظهر الكتابة. بعد ما ظهرت الكتابة حتى سقوط روما تسمى يعني العصور القديمة الأنتيكيتي. إذن العصور ما قبل التاريخ سي لا بريستوار، من 3500 قبل الميلاد حتى بداية ظهور الإنسان.
3500 قبل الميلاد وقبلها هذه كامل تعتبر بريسوار. هو الناس يقسموها يعني العلماء يقسموها للعصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث. العصر الحجري القديم يقول لك الانسان كان يستهلك وكان ما ينتجش عايش على واش تعطيه الطبيعه، يقول لك كان مخرب لانه ما كانش منتج. ولكن في العصر الحجري الحديث ولا الانسان ينتج ولا يتبادل ولا يدير الطرق الى اخره. حنا فقط قلنا هنا بها ما نتعمقش بزاف، لان يعني الدارسين التاريخ او يدخل حتى في كي يتكلم على هذه العصور الحجري القديم يزيد يقسمها. العصر الحجري القديم هذا سي لا باليوليتيك، والعصر الحجري الحديث لا نيوليتيك. بصح الحجري الحديث قليل، يعني المسافه تاعو من 9000 قبل الميلاد الى 3500، اما من 9000 وقبل قبل قبل هذاك يعتبر العصر الحجري القديم، اللي الانسان بدا يستعمل الحجر وبدا يمضيها ويستعملها للصيد ويحفر بها الى اخره. اذا هذه تعتبر لا بريستوار. ولكن فجر التاريخ، فجر التاريخ او ظهر يعني كما نقولوا احنا لا بريستوار، كي ظهرت الكتاب اهل الكتابه كذلك لازم نتكلموا عليها. ظهرت في الشرق، ما ظهرتش في اوروبا، ما ظهرتش في امريكا، ما ظهرتش في اسيا. احنا ما نهضروش على الجاديه، الجاديه قلنا راهم اكتشفوها الفينيقيين والكنعانيين، حنا نهضروا على اكتشاف الكتابه بالوسائل يعني الممكنه. الكتابه اللي ظهرت، ظهرت اولا في العراق ظهور الرافدين في 3600 قبل الميلاد، وظهور كذلك الكتابه عند المصريين في 3400 قبل الميلاد. بظهور الكتابة دخلنا في العصور القديمة لونتيكيتي. دونك يفو فار لا ديفيرونس انتر لا بريستوار اي لونتيكيتي. لا بريستوار افون لا ديكوفير تاع ليكريتور، ابري ليستوار سمات لونتيكيتي كي ظهرت الكتابة. الكتابة تاع الرافدين السومرية هي كانوا يكتبوها في ألواح طينية باللغة المسمارية، وكانت تنقش على الطين وبقلم رفيع. اما المصريين اكتشفوا ان الكتابه الهيدروغليفيه، ثم اخترعوا الورق. ومن بعد جات فيما بعد الابجديه اللي اكتشفوها الفينيقيين. هنا كذلك يعني احنا رانا ننتميو لهذا الشرق، هذا الشرق العربي والشرق الاسلامي اللي هو منبع الحضارات، يعني الانسانيه والحضارات الانسانيه ظهرت عندنا. احنا قلنا الان باللي اقدم انسان ظهر في الجزائر، وعلماء اجانب اللي اكدوا وراهو في كتب تاريخيه، انا مستمد من كتب تاريخيه ومن يعني بحوث واثار الى اخره. وفي نفس الوقت العالم كامل يشهد بان النهضه وفجر التاريخ هذا لا بريستوار ظهر مع ظهور هذه الكتابات اللي تطورت من بعد ولات ابجديه، والعالم كامل راهو استفاد منها. بطبيعه الحال لونتيكيتي هذه بدات في 3500 قبل الميلاد حتى 476 عندما سقطت روما. كي سقطت روما دخلنا في العصور الوسيطه، يعني في كما نقولوا احنا في المويان اج، في العصور العصر الوسيط، في العصر الوسيط اللي الامور راهي هبطت الى اخره. ولكن في لونتيكيتي، حنا في لونتيكيتي راهم ظهروا الالعاب الاولمبيه في 776 قبل الميلاد. ظهرت كذلك تاسيس روما في عام 753. ظهرت الديمقراطيه في اثينا 510 قبل الميلاد، واللي كان يشارك في هذه الديمقراطيه الشعب ويمنع منها الأجانب والعبيد والنساء. وكذلك ظهرت في 31 قبل الميلاد لا باتاي دو كواتيم اللي
عطات روما يعني لا غروندور. اما العصور الوسطى فالكلام عليهم يتم في حلقه من الحلقات الماضيه. اذا كان لخصنا يعني قيل قل باللي العصور هذه ما قبل التاريخ، العصور ما قبل التاريخ لا بريستوار راهي من 3500 قبل الميلاد حتى بدايات الانفجار الكبير، ولا لوتيكيتي العصور القديمة يعني المدة تاعها راهي قليلة 3500 قبل الميلاد إلى 476 بعد الميلاد، يعني عندما سقطت روما. للجزائر لشمال إفريقيا للعالم هذا المعرفة هذه راه تؤدي لا محالة لنهوض الأمم. لكن أنا عارف أننا نستغلوها، الناس هم يستغلوا حشرة صغيرة باه يجيبوا سواح، وحنا كي تشوفوا الجزائر هي تقريبا قارة، قارة كبيرة فيها كل شيء. يعني هذه علة حنش في الصيف يعني نورمالمون راهي ما صارت، يعني نورمالمون الوفود جاية وريحة. قال هناك اكتشفوا أقدم إنسان على وجه الأرض، وفي جميع يعني العصور والمراحل والحضارات عندنا يعني الشيء العجب اللي نستطيع نخدم، الأفلام، الصور، الموسيقى، المعالم السياحية، يعني نقدر ندير نهضة اقتصادية من الآثار، من التاريخ، من السياحة، من المعالم إلى آخره. وفي الأخير يعني نشكر المشاهدين على المشاركة تاعهم، ونتمنى يعني يدعمونا، يدعموا الصفحة وكذلك يدعموا القناة اليوتيوب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.